ابره الرادياس او الكالسيوم. هلا ابره الرادياس من الابر المفضله عندي بالعياده هذا بايوستيموليتر او حتى كامبلانت فيلر. من مميزاته اول شيء استخداماته كثيره، بنقدر نستخدمه كتحديد للجو لاين لمناطق بالوجه تشيكس جو لاين از فيلر، بيعطينا كونتور كثير حلو. استخدامات ثانيه از بايوستيموليتر بنستخدمه لكامل الوجه كتحفيز كولاجين الاستين، بيعمل شد للبشره نضاره، بيساعد باثار حبوب الشباب السكارز. استخدامات ثانيه على الهاندز على النيك هذا بايوستيموليتر، بيتم تخفيفه بوتر سلاين بتوزع على الوجه كامل. المميزات المادة أول شيء سيفتي FDA approved، ما في أي complications في حال الحقن بطريقة صحيحة. هون عنا رينكلز سوفت رينكلز بالتشيكس، هنستخدم الرادياس هذا بايوستيموليتر، هنعمل ليفتنج لمنطقة التمبلز، هينحقن بدبث معين لمنطقة التشيكس برضو لهذه الرينكلز، نعمل ليفتنج للتشيكس مع كونتورينج تحديد للجو لاين بنفس الوقت. هلا منطقه المارين نيزوليبيا ما يعني شايف الامور، احنا لما نعمل ليفتنج تشيكس جو لاين هذه المنطقه عندها حتشد بالضبط. نتائج الرادياس بتبين خلال 4 لـ 6 اسابيع، شيء لازم يكون البيشنت عارفه، الدكتور موضحه للبيشنت بيشوف نتائج فوريه، هي بتكون سويلنج بسيط 4 لـ 6 اسابيع، خلال 6 اسابيع بكون شفنا الريزلت كامله، بيعطينا التحديد كامل مع تحسن بالمسام حتى اثر الحبوب القديمه.